اخر 5 دقايق قبل الموت فكرت فيهم؟ فكرت فيهم؟ مين فينا فكر فيهم يا اخوانا؟ مين؟ ساحة الحرصة والله العظيم كان الواحد زمان اول الكلية كان اكبر دافع للالتزام وهم اخر 5 دقايق قبل الموت. كنت اقعد افكر طب انا لو عشت حياتي زمان عايز ساعة ما اجي اموت وشريط حياتي يتعرض قدامي كل المناظر تتعرض عشت زي ما عشت وعملت اللي انا عايزه ووصلت اللي انا عايزه وبعدين ذهبت لذتها وبقيت حسرتها. طب وبعدين؟ وبعدين يا اخوانا لما تيجي تفكري كده تلاقي ان ربنا لما بيسحب الروح من الجسد بيسحبها مش مره واحده، واحده واحده. الروح تتاخد من رجلين، من الصدر، من البطن، من الايدين لغايه ما توصل للحلقوم والتراقي. يبقى الانسان نايم لسه واعي وعارف ان روحه بتتسحب ولكن بيبص على جسمه، جسمه مات خلاص، ايديه ماتت، رجليه ماتت، صدره مات، وهو الروح متعلقه هنا لسه ما خرجتش. ليه؟ ليه ربنا بيخلي الانسان قبل ما يموت يشوف جسمه وهو ميت ولسه الانسان ما ماتش؟ عارفين ليه؟ عشان ربنا يقول لك ايديك ده هي كانت من ساعات طوع امرك، لو عايز تسبحني عليها ليل نهار سبحني. رجليك ده هي كانت من يومين طوع امرك، عايز تقوم الليل عليها قوم، عايز تروح للمسجد عليها روح، عايز تروح دروس العلم والوعظ عليها روح. كان جسمك ده كله تحت امرك ضيعته ليه؟ اخر 5 دقايق قبل الموت مشهد الحسره. ولما الانسان بيموت فجاه عامل زي طالب قاعد في الامتحان والورقه اتشدت فجاه، اتشدت فجاه. طب استنى، طب 5 دقايق، طب 10 دقايق، ولا دقيقه واحده. مين فينا يستحمل كده؟ الستوب واتش بتاع عمري وعمرك وعمرك اللي لما يجي عند ساعه الصفر الله اعلم لحظه الصفر دي هنكون على طاعه ولا هنكون على معصيه؟ هنكون على ايه يا جماعه؟ ملك الموت هينزل ياخد روحنا على ايه؟ هياخدها على طاعه ولا على معصيه؟ لازم نفكر يا اخوانا. خواتيم يا اما وسام شرف بيتعلق على صدورنا نقابل بيه ربنا، يا اما وصمه عار على الجبين يندى ليه الجبين يوم القيامه. هنقابل ربنا نقول له ايه؟ وانا راكب مع سواق تاكسي وحود مخالف من شارع رئيسي لقى عربيه المرور في وشه، نزل الضابط مد ايده لسواق التاكسي اداله الرخصه مشي. قلت سبحان الله، طب ما انا ركبت مع سواقين تاكسي لما الضابط قال لهم الرخصه ما رضوش اديها له، اشمعنى ده اديها له على طول؟ لانه ضابط متلبس. مصيبه موتة السوق ان هو الواحد ضابط متلبس. الممثل اللي من كذا سنه مات في اوضه الزنا ده ضابط متلبس والعياذ بالله. ده يقابل ربنا يقول لربنا ايه؟ ده يقول لربنا ايه؟ المشكله يا جماعه ان اخر مشهد لينا قبل الموت هو اول مشهد لنا يوم القيامه. اللي انت مت عليها تبعث عليه. المشهد الاخير ليك في حياتك هو المشهد الاول ليك في الارض على الله. المشهد النهائي الختامي للمسرح، للفيلم، للحياه، للاحداث بتاعه دنيتنا هو المشهد الاول لنا في الاخره. هنقابل ربنا بايه؟ هنبعث من ايدين ربنا باني مشهد يا اخوانا؟ هنقابل ربنا باني مشهد؟ عايزين نفكر، عايزين نقف مع نفسنا واقفه، عايزين نقف مع نفسنا واقفه في الموضوع الخطير ده. انت دلوقتي لو انت طالب بتذاكر كل يوم 15 ساعه وانا فت عليك 90% الاقيك بتعمل ايه؟ بتذاكر. ليه؟ لانك انت معظم يومك بتذاكر. اهو لو انت حياتك كلها طاعه وملك الموت نزل هينزل لك على ايه؟ على طاعه. طب لو حياتك كلها معصيه وغفله وملك الموت نزل هينزل لك على ايه؟ على غفله. عايزين نفوق يا اخوانا، عايزين نستيقظ. الغيبوبه اللي بقت في قلوبنا ديت معرفش الغيبوبه دي سببها ايه؟ غيبوبه ازاي؟ ومعانا القران. غيبوبه ازاي؟ خواتيم السوق والخواتيم الفجاه بقت احداثها لا تحصى. الثلاث صفحات الوفيات اللي بيجوا كل يوم في جريده الاهرام بقى قد ايه نسبه منهم خواتيم فجاه؟ ناس ماتوا فجاه، قد ايه يا جماعه؟ طب ليه يا رب؟ ليه الرسائل دي كلها يا رب؟ عشان نفوق من الغيبوبه دي. عشان كده انا قبل ما ابدا درس الليله انا عايزك تقسم الشاشه الوقت نصين. انا عايزك تقسم الشاشه معايا نصين، نص تفتكر معايا المغني المطرب فلان الفلاني اللي عاش طول عمره ماسك العود بيعزف عليه وبيغني على المسرح قدام الناس، ولما ملك الموت نزل خد روحه، خد روحه وهو ماسك العود وبيعزف على المسرح قدام الناس. والنص التاني مشهد شفته بعيني على شبكه الانترنت، احد الدعاء الى الله كان بيدي درس في مسجد ومتصور فيديو، واحد يتكلم عن ربنا، يتكلم عن ربنا، يتكلم عن ربنا، وفي اخر الدرس فجأة تبص له تلاقي عينيه غربت كده في لحظة وراسه وقعت على كتفه. سبحان الله العظيم، مات في لحظة، في لحظة كأنه روحه خرجت تسيل كما تسيل القطرة. قلت سبحان الله، ده عاش على الغنى فمات عليه، وده عاش على الدعوة فمات عليها. انت عشت على ايه؟ انت عايش على ايه؟ اختار موتك من دلوقتي. اللي انت عايش عليه هو اللي انت هتموت عليه. مشهدين ما انساهمش ابدا، مشهدين. انا عايزك تقسم الشاشه نصين تاني، انا عايزك تفضل قاسم الشاشه نصين. المشهد الاولاني احدى المريضات الله يرحمها وكنا في المستشفى
وكانت نازله يعني نازله في بلد غير بلدها، وفجاه تعبت صحيا نقلوها المستشفى، حالتها تدهورت بسرعه جدا لدرجه ان في خلال اقل من دقيقتين كانت راحت في غيبوبه، ما احناش لاحقين نعمل لها حاجه، لا انت لاحق تقيس ضغط ولا سكر ولا تحاليل ولا حاجه، الموضوع بيتدهور بسرعه شديده، نامت في غيبوبه واحنا واقفين طب نعمل ايه؟ طب نلحقها ازاي؟ والله العظيم يا جماعه لقيتها وهي في غيبوبه، قامت كانها سليمه زيك كده بالظبط، قامت قعدت وقالت لا اله الا الله محمد رسول الله، وقامت وقع ميته. قلت ياه دي يقينا عاشت على لا اله الا الله، عشان ربنا يومتها على لا اله الا الله، عشان ربنا يرزقها الخاتمه العظيمه. ده ايه المشهد التاني في الطياره، واحد راكب جنب رجل اعمال ومعاه الشنطه وصفقات ومسافر من صفقه رايح صفقه، وهو في الطريق ينزل ملك الموت، ملك الموت ينزل على رجل الاعمال، ما رجل الاعمال بيموت، الفلوس هتنفع بايه؟ مفيش نفع هنا، فبدا اللي جنبه يقول له قول لا اله الا الله، ما يقولش، قول لا اله الا الله، ما يقولش، قول لا اله الا الله، ما يقولش، في الاخر بيقول له الكلمه دي مش قادر اقولها، مش قادر تقولها ليه؟ معش عليها يا جماعه، معش عليها، مش في قلبه، قلبه هنا صفقات وفلوس واموال وشهوات ومركز وسلطه ورئاسه وشهره ونظر ناس، ده قلبه هنا، مفيش في قلبه لا اله الا الله، يقولها ازاي؟ احنا هنقولها ولا مش هنقولها؟ ما هو لا اله الا الله عامله زي شريط كاسيت، اللي انت سجلته عليه هو اللي هيطلع لما تيجي تشغله، انت سجلت على قلبك ايه؟ انت مليتي قلبك بايه؟ انت شحنت قلبك بايه؟ يا جماعه الشاشه لسه مقسومه نصين، ما نقفلش الشاشه دلوقتي، مشهدين لسه برضه ما يتنسوش، المشهد الاولاني مشهد داعيه كان راكب عربيته على الطريق السريع، وفي لقى عربيه فيها ولد وبنت شكلهم في معصيه الله، طايرين على الطريق السريع. بيبص لهم لقى الولد والبنت بعد فتره دخلوا تحت عربيه نقل حادثه قاتله، الداعيه جري بالعربيه بتاعته ناحيتهم وقفها عندهم، نزل على الولد يلحقه وهو بيحتضن انه يقول لا اله الا الله، بيقول نزلت قعدت اقول له قول لا اله الا الله، قول لا اله الا الله، لقيته بيقول لي انا بكرهه، انا بكرهه والعياذ بالله. قلت ياه، وهو يحبه منين؟ هيحبه منين؟ هو عرفه فين عشان يحبه؟ هو سمع قرآن قبل كده فين بيتكلم عن ربنا عشان يحبه؟ هو دخل جامع ولا سمع درس ديني عن ربنا قبل كده فين عشان يحبه؟ هو طاعه قبل كده امتى عشان ربنا يكرمه بسبب طاعته فيعرف قد ايه ربنا كريم فيحبه؟ هيحبه ازاي؟ هيحبه ازاي الغلبان ده؟ وده هو فقلق نفسه تحت عربيه نقل، انا بكرهه، هي دي اخر كلمه بتقولها قبل ما تقابله؟ هي دي اخر كلمه بتتقفل عليها صحيفتك؟ النص الثاني من الشاشه بنت فتاه ملتزمه دخلت اوضه العمليات وصممت ان هي تدخل وهي صائمه لله سبحانه وتعالى، خرجت من اوضه العمليات، انسان عاشت على حب الله سبحانه وتعالى، خرجت من اوضه العمليات وهي بتفوق من البنك اللي في قلبها واللي بيطلع، اللي في قلبها كان ايه؟ فلان علان الموضوع الفلاني اللي في قلبها كان ربنا، خرجت من اوضه العمليات تقول انا بحبك قوي يا رب، انا بحبك قوي يا رب، وماتت قبل ما تفوق من البنك، ماتت وهي بتقول انا بحبك قوي يا رب، ده شاب بيقول انا بكرهه وهو بيموت، ودي واحده بتقول له انا بحبك وهي بتقابله وروحها بتصعد اليه، دي عاشت على حب الله وده عاش على هجر اي طريق يوصله لربنا سبحانه وتعالى. يا اخوانا هنموت على ايه؟ يا اخوانا من عاش على شيء مات عليه، انت عايش على ايه؟ انت عايش على ايه؟ اللي انت عايش عليه دلوقتي لما ملك الموت ينزل هينزل لك وانت على ايه؟ اللي انت عايش عليه دلوقتي ليلك قيام ولا غفله؟ نهارك طاعه ولا غفله؟ ليلنا ونهارنا يا جماعه احوالنا ايه؟ احنا مستنيين ايه؟ منتظرين ايه دلوقتي؟